مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال كيفية تغيير علف الى علف اخر بالنسبة لتربية الارانب. اذا شحال من واحد كيربي الارانب كيكون كيعود على الارانب ديالو على واحد النوع من العلف، نوع من الاكل. كاين اللي كيعطيهم مثلا الذرة، كاين اللي كيعطيهم الفصة، كاين اللي كيعطيهم النخالة، وكاين اللي كيعطيهم السيكاليم. السيكاليم كيطيح غالية شي شوية، الخنشة فيها 25 كيلو كطيح ب 90 درهم، يعني إلا بغيت تشري يعني بالديتاي كيطيح غالي شي شوية، كيطيح 4 دراهم ونص. يعني كاين اللي كيستعن بعلف آخر. أيا كان هذا العلف، كاين الأرانب اللي كيكون يلاه تولدوا عندك كتعودهم على 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 واحد النوع من الاكل، ماشي مشكله، هذاك الشيء هي الطريقه الصحيحه. اما الناس اللي بغاو يبداو المشروع ديالهم وداروا واحد اربعه نتوات، خمسه نتوات، ولا بزاف، ولا مهم على حسب المشروع كيفاش داير. شنو كيوقع لهم؟ كيوقع ان الارانب ديالهم كيعطيهم واحد النوع ديال الاكل، وكيقول لك الارانب ديالي شريتهم من السوق وما كياكلوش، ما كياكلوش بزاف. هو لا، الخطا هو هذا، ان المربي يعني اللي كان عنده هذوك الارانب كان معودهم على واحد النوع من الاكل، واحد النوع من العلف، وجاء السيد اللي شراهم بغى يعطيهم نوع اخر. شنو كيوقع؟ كيوقع انهم ما كيبغيوش ياكلوا، يعني كيوليو يعني تحط لهم الاكل قدامهم وما كياكلوش. علاش؟ لان ماشي النوع ديال الاكل اللي كانوا ياكلوا. اذا خاص المربي يكون ذكي في هذه النقطه هذه. خاص المربي اول ما يشري الارانب ديالو، اما كاين جوج طرق، اما يسول البائع اللي باع له الارانب ديالو اشنو النوع ديال الاكل اللي كيعطيهم، او يعني يستعن بواحد الطريقه، وهي انه يشري كيلو كيلو من الحاجه، ولا نص كيلو نص كيلو من الحاجه، ويعطي الارانب ديالو لواحدهم يشوفهم واش كياكلوا ولا ما كياكلوش. الا شاف اللي النوع ديال الاكل مثلا كياكلوا الشعير، يبقى يشري لهم الشعير، لان الا عطيتيهم اكل اخر راه هما ما غاديش ياكلوا. انت غتقول بلي لا، راه هما ما كياكلوش، راهم فاقدين الشهيه، او راهم مغشوشين. ماشي مغشوشين، راه هما تعودوا على واحد النوع من الاكل، وانت بغيتي تبدلو لهم. الا بغيتي تبدلو لهم هما ما كيعرفوش، ما كيتعرفوش عليه. لذا الارنب شنو هو؟ الارنب السليم في الحقيقه، الارنب السليم هو اللي كياكل كلش. كيفاش كياكل كلش؟ خاصكم من الصغر تعودوا، مثلا تبارك الله الذكر هذا، انايا عودته من الصغر ديالي انه ياكل كلش. يعني كنعطيه الذره، كنعطيه الفصه، كنعطيه الشعير، كنعطيه النخاله، وايا كانت، واخا تكون فازقه ولا تكون ناشفه كياكلها. علاش؟ من الصغر ديالو ذوقته كاع الحوايج، ولانه رومي ما بغيش نعطيه الحوايج. عطيتهم له ملي كان صغير، ولكن كنت كنعطيه يعني بحال اللي كنقولوا الداء والدواء. كنعطيه يعني القشور ديال الخضر كنت كنعطيهم له ملي كان صغير، ولكن باش كنحافظوا على المعده ديالو كنت كنشري له واحد الدواء سميتو هيبارينول، واحد السيرو كنت كنعطيه له، وكان كياكل كل شيء. يعني تبارك الله، يعني كبر عندي هذا الذكر هذا، ولقحت به اناث، ها انتم لقحت به اناث وعندي خلفات الحمد لله، ولكن انه كان كياكل كلش. يعني اي حاجه كنت كنعطيها له كان كياكلها. كان ساعد بعض الادويه، ولكن في نفس الوقت كنعطيه كنذوقه من جميع الانواع ديال الاكل. اذا الطريقه وهي كالتالي، خاصكم انكم ماشي تشريوا واحد النوع من الارانب وما انتم ما عارفينش اش كياكلوا، وتبقاو يعني تقولوا بلي لا هذاك الارنب راه ما كياكلش. لا، راه كياكل، انما غير هو خاصو يعني الطريقه ديال يعني تشوفوا هو يعني الاكل والعلف اللي كان كيتعامل معاه. الا عطيتي حاجه اخرى راه ممكن ما ياكلهاش. هذا هو الخلاصه ديال هذه الحلقه هذه. حاولوا انكم تعاملوا بذكاء مع الارانب ديالكم، شوفوا هما شنو كيبغيو، وطوقوهم شويه شويه من الحاجه. بحال هاد النهار تعطيهم الشعير، شفت
اختو ما كلاش صافي خليه الغد ليه يعطيه شي شويه ديال الذره شوف واش ديك الذره كلاوه ولا ما كلاوش. عاوتاني الفصه عاوتاني يعني الانواع ديال العلف اللي متواجده عندكم يعني ذوقوهم من حاجه من كل حاجه كل نهار اعطيهم حاجه وشوفوا الحوايج اللي كلاوها استمروا عليها. كنتو سولتوا البائع يعني شكون هو يعني الاكل اللي كانوا كياكلوه صافي هذاك الشيء الاكل اللي كانوا كياكلوه كملوا عليه وصافي. اذا الحلقه ديالنا هي هذه ما تنساوناش بزير جيم لقيو على ديك البيطينه لتحت ديال زير جيم باش نصيفطوا لكم فيديوهات ديما ان شاء الله. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا لقيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.